عيسى. لا انت كده على الاولمبياد ذهبيه ان شاء الله. ذهبيه ايه؟ انا بغرق. نزلنا يا الاخ. الحمد لله على السلامه. وحش. وانت كمان جدا، عامل ايه؟ الحمد لله. عمر اخبره ايه؟ الحمد لله كله تمام. تعال تعال. الدنيا هناك ما بقتش امان. الشرطه بقت مضايقاها علينا قوي. بقوا يمسكوا الشباب اللي معهوش اقامه يطرحها فورا من قبل حتى ما نلحق نوفر اوضاع. شويه ودخلوا على الاشغال. اللي معهوش تصريح عمل يتاخد. اللي زادوا غطى بقى انهم دخلوا على المساجد. وكل ده ليه محدش عارف. فاكر الجماعه عمال دهون اللي كانوا بيلموا الشباب حواليهم ويقعد يحرموا كل حاجه بالعيشه واللي عايشينها والشغل؟ قبضوا عليهم هم كمان. ليه؟ مش عارفين. بصراحة أنا خفت أتاخد في الرجلين وأنا مش حامل بهدلة. رحت لمم عزالي وقلت هروح فين؟ ما لقيتش أحسن من المكان اللي فيه عمر وأبو عمر عشان أجيه. دي أحسن حاجة أنت عملتها. الحمد لله على السلامة.